طلاق الوالدين ما شفتيها كاملة أول أمر دين الوالدين مريضة أم وحدة أم وحدة الله الله حسيت ربي شو يعني تولي الحمد لله كي وليتي وحمدناك وشكرناك امشي امشي نو دولي الحمد لله نو دولي الحمد لله نو بشوية الحمد لله هذا ولد رضا تيذكر الله تيشافي الله وعم سخوت الوالدين هان عوانها فيه الروح وعم فيك حومة الدواء صافي هذه هي الاخرة الله يا كربيات يا كربيات هذا اللي قلت لك يا والسي ابراهيم اللي زاد حدانا ما مريض ما والو والله وهردان جاي والله ما نسومو حركوا يديكم اللي ما تيصوم واحد جوج ثلاثة أربعة والنص هنا ما تيصومو وانت انا ما تنصومش رئيس جماعة زومي الشهادة والهدية كفائز أول عمران المصبحي عن اللجنة التنظيمية الحمد لله الختتام كان في المستوى والمهرجان ككل اللي طيلة أربعة أيام كان المهرجان يعني فاق التوقعات وحنا الهدف ديالنا كنا نطمحوا نفرحوا ساكنة زومي لأنها في أمس الحاجة للفرح لأن كاين الناس ديال واش مساكن اللي ما عندهمش القدرة اللي غادي يمشيو يسافروا المدن كذا حنا خلقنا لهم واحد الجو الفوق جاو جبنا لهم فنانين في المستوى اللي غادي يفوجوا في الأيام الصيف وحنا الحمد لله المهرجان كما خططنا له كجمعية وكجماعة من الأول شاف احسن ومشى خطاق من التوقعات اللي كنا متوقعين كان طمحوا النسخه الجايه النسخه الجايه نكونوا تما اللي ما قدرناش نديروا في النسخه نديروا في النسخ المقبله وكنتمنى نكونوا لبينا طلب الساكنه زومي ككل والساكنه الاقليم الساكنه زومي خاصه والساكنه الاقليم ككل وحنا اهل الاشاره للساكنه زومي ونتمنوا النسخه المجال يكون احسن من النسخه هذه ولا من تنوع الانشطه ولا من الفنانين ولا في التنظيم ولا كذا وكنحييكم انتم على العلاء الصفر ديالكم والتغطيه للمهرجان ديال زبال زومي هي من زومي من المراكز الصاعده على مستوى الجهه وهي تسمى كان في امس الحاجه لهذا النشاط وهذا النشاط هنا يعني كان خاص مع اللي كما نقولوا اللي يحط الاساس هو اما هما متعطشين والناس دواقه والناس يستاهلوا المهرجان ويستاهلوا ما اكثر. السلام عليكم معكم محمد سعيد السودي مقريصات عمالة وزان. كنا اليوم في مسابقه حصون صحن الطائره بلاطو في مهرجان زومي المهرجان الاول منظم من جمعيه زومي عند سي مصباحي والسي عادل الرواصي اللي قاموا بالتنظيم. التنظيم داز بالحقيقه زوين اجواء زوينه بواحد التنظيم جيد كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. واليوم كعندنا المسابقه البارح كعندنا ديال المحليه ولونطريما اليوم كعندنا مسابقه جهويه والحمد لله شاركنا كنا من الفائزين الاولين اللي ربحنا. اللجنه اللي قامت بالتنظيم كنشكروا الدرك الملكي كانوا صاهرين معنا والوقايه المدنيه على سلامه المواطن كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. اجواء المسابقه دازت زوينه زعما في نظام جيد رغم الحراره شويه هنايا الحراره شويه قاومنا ومنافسه كانت قويه بين الطرفين مع الاشياء اصدقاء تاهما والناس اللي جاوا ماشي سهله المسابقه ديال الرمايه وهكاك وبحسن الحظ كنا من الفائزين وهذاك هو المهم في هذا الرمايه ماشي مهم الاول ولا الثاني ولا الثالث المهم هي المشاركه
والحمد لله دائما كنشاركوا بعدد المهرجانات بحال مغريصات بحال بزاف ديال المهرجانات، والحمد لله كي بحسن الحظ كنكونوا من الفائزين الاولين دائما، ونتمنوا نمشيو على هذا النيفو ما نهبطوش على هذا النيفو ان شاء الله، ونزيدوا نطوروا الرمايه في بلادنا، وهذا المتنفس زوين، وكنتمنى الناس ديال المنطقه كاملين يتواجهون هذا الرمايه، هوايه مزيانه في مريحه كتريح الانفس وخا مكلفه شويه، المهم هوايه زوينه بزاف. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.